السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. أنا جاية لكم يا جماعة بقصة كده. القصة دي بتاعت اتنين متجوزين عايشين في أمريكا، ليهم إن هما في المواضيع بتاعت الجن والحاجات دي، ليهم في الخوارق يعني زي ما بيقولوا، بيطلعوا الجن. لو لقوا بيوت مسكونة بيروحوا يساعدوا أهلها ويطلعوا الجن من هناك. لو لقى حد مسكون ساكنه الجن ولا حاجة وبيعذب أهله وبيعذب عيلته بيروحوا يساعدوهم، وكل ده لوجه الله. عاملين جمعية يعني في أمريكا. طبعا هم عشان شغالين في الحاجات دي بيجمعوا الحاجات يا جماعة اللي هي بيسكنها الجن، زي الدمى، الويجة، لعبة الويجة، اللي هي الحاجات يا جماعة اللي بيبقى ساكنها الجن، حاجات مش حلوة يعني بيبقى ساكنها الجن. بياخدوها وعملوا لها متحف كبير في البيت بتاعهم. هم ساكنين فوق وعملوا تحت المتحف اللي هو عبارة عن ايه يا جماعة، عبارة ان هو لمم الدمى ولمم كل حاجة مسكونة بالجن اللي جابوها من البيوت اللي كانت ايه اللي كانت الاول بيروحوها وبيطلعوا منها الجن. فطبعا جمعوا حاجات كتيرة او عملوا متحف والناس بقت تجي تتفرج. بس كانت اكتر حاجة هناك عندهم يا جماعة قافلين عليها بمفاتيح، يعني بكذا مفتاح، وكاتبين عليها تحذير. كانت لعبة عبارة عن عروسة اسمها انابيلا. تشوفها كده يا جماعة العروسة بريئة، شكلها بريء كده، اي حد يشوفها او اي طفل يشوفها يحبها قوي. فكانوا قافلين عليها ومش ممنوع حد اللمس ولا حتى التصوير. كانت ممكن تصوروا اي حاجة في المتحف الا انابيلا دي. وهم كانوا ساكنين زي ما قلت لكم فوق. طبعا بنتهم الصغيرة عندها كام 11 سنة، ما تعرفش اي حاجة. في يوم من الايام طبعا هم بيروحوا يخرجوا ارواح زي ما كانوا بيروحوا كده، سابوا بنتهم الصغيره يا جماعه في البيت. فبنتهم الصغيره مش فاهمه، كانوا سايبين معاها الداده نامت وسابتها سيت عنها شويه. البنت نزلت يا جماعه راحت فاتحه ايه الصندوق بتاع انابيلا ده، وراحت ايه مطلعاها واخداها فوق عندها على السرير. طبعا قصه انابيلا دي يا جماعه بتحب تنتقم من اي حد، بتحب تنتقم من اي حد يا جماعه يضايقها او يطلعها من مكانها. او هي اصلا الدميه دي خدوها من بيت كانت قاتله كل العيله اللي في البيت ده. فطبعا هم فضلوا يوم واتنين مشغولين عن البنت وما سالوش ولا دخلوا المتحف، لغايه في يوم من الايام لما والدها كان في مشوار وهو راجع يا جماعه ايه اللي حصل. لقى بنته محطوطه على الشجره اللي في الفيلا بتاعتهم مشنوقه من رقبتها يا جماعه. مين عمل فيها كده؟ وشنق الخدامه بتاعتها اللي هي بتقعد معاها اللي هي اسمها الدادا يا جماعه. مين اللي عمل كده او مين اللي عمل في البنت كده وفي الخدامه كده؟ اللي عمل كده يا جماعه العروسه اللي هي انابيلا. لما بحثوا ودوروا وشافوا ايه اللي حصل، كاميرات اللي كانوا حاطينها في الفيلا بتاعتهم لقوا ان بنتهم فتحت على انابيلا وطلعتها وطلعتها وبقت بتلعب معاها، وكانت حطاها فوق على السرير. وطبعا هي مسكتها انتقمت منها، عملت لها مشنقه وشنقتها في الشجره هي والخدامه بتاعتها. من ساعتها الزوج والزوجه دول يا جماعه بيقولوا لك احنا خدنا الحاجات اللي في المتحف دي كلها وديناها الناس مسؤوله، وبطلوا المواضيع بتاع الارواح دي خالص، ما بيشتغلوش فيها، لان اللي حصل لبنتهم مش شويه يا جماعه. وغلط ان انت تعمل متحف في البيت اللي انت عايش فيه ومعاك اطفال، والاطفال دي مش فاهمه انت بتعمل ايه او بتشتغل ايه. انا كده خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم، لو عجبكم تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق. السلام عليكم ورحمه الله.